سول اللي قاعد الحقيقة يتغول نوعا ما في القيروان، لكن اليوم نحكيه على أخطبوط التسول بالنسبة للأطفال. الحقيقة الأطفال اللي قاعد يوقع استغلالهم خاصة في الليل، تلقاهم هم يبيعوا في بابي مشوار، هم يبيعوا في الورد، هم قاعدين يتسولوا ويطلبوا. دونك إذا علاش حبينا ناخذوا فكرة على مجال تدخل السلطات الجهوية، هل أنها وضعت استراتيجية واضحة في علاقة بملف التسول عند الأطفال وإلا لا؟ الدور التوعوي والتحسيسي، الدور الرقابي بالنسبة للسلطات الجهوية والمحلية في علاقة بهذا الملف. باش يكون ضيفنا سي فتحي الغرسلي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، باش يكون ضيفنا بالنسبة لليوم. ضيف رمضان في الماتينال. سي فتحي الغرسلي في ميكرو زميلنا زبير العياري. سي زبير صباح النور ومرحبا. أسعد الله صباحك ابن العزيز حسام، وتحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين أوفياء الحياة الآن. بالفعل حسام، ظاهرة التسول تفشت هذه الظاهرة في المدة الأخيرة ولعند أكثر من سنة، يعني ظهور هذه الظاهرة التسول أصبحت كأن حرفة يمتهنها البعض خاصة الأطفال. كيفاش يمكن التصدي لهذه الظاهرة السلبية الموجودة في المجتمع، الموجودة في المجتمع القيرواني؟ هذا مش نتعرف عليه مع سيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية سي فتحي الغرسلي. أسعد الله صباحك. لو كان تحدثنا سي فتحي عن هذه الظاهرة وكيفاش وزارة الشؤون الاجتماعية فكرت في ردع هؤلاء خاصة التسول هذيك، باش يمكن ما تصدي لهذه الظاهرة؟ شكرا جزيلا، تحية لإذاعة الحياة الثام على إتاحة الفرصة للحديث في موضوع هام وهام جدا يمس لمحالة عموم الوطن، لكن بصفة خاصة القروان حكم رمزيتها التاريخية والدينية. ظاهرة هذه ظاهرة أصبحت ظاهرة معقدة وظاهرة مركبة، ظاهرة معناها تثير عديد التساؤلات. أنا منذ التحاقي على رأس الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان في جانفي 2022 عقدت جلسة على مستوى جهوي في تقريبا خلال شهر مارس 2022، وعودنا فعلنا أشغال اللجنة الجهوية لمقاومة ظاهرة التسول والتشرد وامتهان المهن الهامشية. هذا هو اسم اللجنة الجهوية اللي موجودة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مع أطراف الشراكة بالطبيعة. دوب ما عملت الجلسة الحق أشعرت السيد والي الجهة مشكور، وتم عقد لجنة جهوية على مستوى الولاية بإشراف السيد معتمد لول، وحضرها الأطراف المتداخلة متاعنا معانا اللي هما وزارة المرأة، المندوب الجهوي لحماية الطفولة والمصالح الأمنية، إضافة للأخصائيين الاجتماعيين التابعين للإدارة الجهوية. فعلنا ديكيب هضايا، هو فريق متنقل متعدد معنا الاختصاص، يتنقلوا مع بعضهم مع برفقة اتباع المصالح الأمنية، وبدينا في أشغالنا خلال السنة اللي فاتت. عملنا برشا زيارات خاصة الأيام اللي تكثر فيها هي الظاهرة، هي يوم السوق الأسبوعية يوم الاثنين، وخاصة يوم الجمعة اعتبارا لرمزيته الدينية خاصة أمام المعالم الدينية والأسواق المنتشرة في ولاية القيروان. فعلنا الظاهرة ودرسنا الظاهرة هذه وعالجنا عديد الوضعيات، واللي ثبت لنا بالكشف من خلال معناها الاتصال المباشر بهم أن من الحالات هذوما احنا كوزارة الشؤون الاجتماعية متعهدين بهم في إطار برامجنا مختلفة، سواء في موارد الرزق ولا في الإعانة القارة والعلاج المجاني ومختلف البرامج اللي نقدموا فيها احنا للفئات الهشة والفئات الفقيرة. الظاهرة هذه انتقلت للأسف، انتقلت من الظاهرة الفردية إلى الظاهرة أصبحت ظاهرة منظمة، وتم أطراف معناها قاعدة تخدم فيها للتمعش، ولقينا وضعيات نتاع ناس يخدموا فيهم، وهذا يحطوا هنا وهذا يحطوا رادي وهذا يحطوا كذا، ورا مساج بالكهرباء والكل لقيناها مضمومه، والمصالح الامنيه مشكورين معناها قاموا بما يتعين. يعني لهنا سي فتحي نحكيو على عصابات، لانه هذا اذا كان مش نحكيو على ناس تخدم في وليدات صغار فما نجم نسميهم كان عصابات الحقيقه. اي هما ناس قلت لك عاملين عباد اخرين اللي هما نسوين ومعهم بيبيات ومعهم وليدات صغار ويتمعشوا منهم، معناها عاملينها للتمعش. هذه ظاهره يجرمها القانون، هي حد ذاتها ظاهره التسول، ظاهره يجرمها القانون خاصه اذا كان معناها اصبحت معناها فيها العنصر نتاع التعود، معناها نتاع العود. خلال شهر رمضان بالتنسيق مع السيد معتمد لول مشكور وفر لنا السياره نتاع الولايه، وخلال شهر رمضان الكل غطيناه
عملنا حصتين نهار 6 ونهار 7، وعملنا زاد الخميس والجمعه اللي فاتت، وان شاء الله الجمعه هذه زاد باش نكيفوا نكلفوا ليكيب زاد باش يعاود يخرج. والظاهره هذه لازمها معناها خدمه كبيره، واحنا مصالحنا الكل والاطراف الشراكه اللي معنا معناها قاعدين قائمين بما نقدر عليه لمجابهه الظاهره هذه. سي فتحي ما عندكش فكره قداش توجعك روحك وقت اللي تبدا تدور في الليل ويجيك ولاد صغير معناه عمره 11 12 سنه، نورمالمون الوقت هذاك يكون راقد في دارهم ولا يكون قاعد يراجع في دروسه على خاطر غدوه يقرا في المكتب، يجيك يقول لك عمي بربي يشري باكو بابي مشوار، راهي خايبه برشا الكلمه، خاصه كيف تجيك ما عنده ولاد صغير. والاكثر من هكا سي فتحي الاخيب من هذا الكل كونه معناها تفوت الطفل الاول تجيك الطفله، تفوت الطفله يجيك الطفل اللي بعد، معناها تلقى روحك تدور في سيركوي براتيكمون في كل خطوه تخطيها لابد باش يجيك شكون يقول لك عمي تشري من عندي باكو بابي مشوار. هذه صورة خايبة وما تليقش بقيمة الطفل عموما، يعني خلينا نقولوا هذه صحيح كلامك صحيح. واحنا علاش احنا سيد مندوب حماية الطفولة مشكور معناها يراقب فينا في زياراتنا هذه الكل، ولقوا عديد الوضعيات من نوع عضايا اللي خدموا في الوليدات في ظاهرة التسول، ومشوا باش ياخذوا فيهم الاجراءات القانونية اللازمة. معناها تعرف انت الطفل مصلحة الطفل الفضلة هي موجودة في المدرسة، مش وجوده معناها في التسول والبداية على في مشوار ولا في يعمل سيرور نتاع صبابط باش يصير صبابط ولا يبيع الساشيات. هذوما الظاهر هذوما الحالات اللي لقيناهم احنا. احنا مصالحنا الكل واللجنه الجهويه منكبه بجميع معناها مكوناتها على محاصره الظاهره هذه ومحاوله القضاء عليها ان شاء الله. سي فتحي خليني نسالك، انت كنت حدث قلت انه فما عصابات عباره موجودين قاعدين يخدموا في الصغيرات ويخدموا في النساء ويخدموا في النساء مع الرضع نتاعهم، شني انتم كعرفتوا الناس هذوما شني الاجراءات اللي وقع اتخاذها في علاقه بالمجموعه هذه؟ هذه احنا الوضعيات هذوما بالطبيعه الناس هذوما اذا كان ثبت انه معناها قاعدين معناها يمارسوا في مهنه التسول معناها بشكل منظم، هذه ينطبق عليها القانون والمصالح الامنيه تقوم بالاجراءات اللازمه في هذا الخصوص. اتخذتوا اجراءات في علاقه بعدد من الاشخاص اذا كان ثبت عليهم، فما شكون ثبت عليه انه يمارس في هذا العمل يعني بطريقه منظمه، يعني تقريبا يعني يوقع الكشف على مجموعات على مستوى ولايه القيروان؟ هل انه وقع الكشف على مجموعات على مستوى ولايه القيروان انها تقوم بهذه الطريقه بالنسبه لعمليه التسول؟ هي صحيح ظاهره كما قلت لك ظاهره معقده وظاهره مركبه معناها. لا هو سؤال يعني اليوم هل انه وقع اكتشاف خلايا تم خلال الزيارات اللي تمت خلال شهر رمضان معناها حسب اللي فات معناها الزميله الاخصائيه الاجتماعيه لقوا حاجات من نوع هذايا، والمصالح الامنيه اتخذت معناها الاجراءات اللازمه في شان الاشخاص هذول. واضح. الدور التحسيسي والتوعوي زاد مهمه بالطبيعه، احنا نركزوا ياسر على دور الاعلام ومشكورين جدا اذاعه الحياه فام على التطرق لهذه الظاهره اللي كانت معناها ظاهره مسكوت عليها، واحنا في القروان عاودنا بالتعاون والتنسيق والدعم الكامل من السلطه الجهويه الحق لقيناها وكانت متفاعله معنا في الموضوع هذايا والحق معاونيننا برشا، عاودنا فعلنا لجنتنا احنا على مستوى القروان، اللجنه هذه راهي مفعله وقاعده تخدم قاعده تخدم. تعرف انت الظاهره القروان معناها امتداد جغرافي كبير، معالم دينيه كبيره ياسر ومتوزعه ياسر، وما تعرف انت الناس هذوما يوزعوا بعضهم في الاسواق وهذا في المعالم الدينيه وهذا في كل بلاصه فيها موفمون تلقاهم موجودين قدام لي سوبرات قدام لي ماجازان، واللي كيف انت تعرف ويكيب فيه اربع خمسه اشخاص معناها يعمل دور على القروان الكل. هذاك علاش احنا ان شاء الله مستقبلا باش نعاودوا الكيب هذا نعاودوا نخدموه اقل ما يمكن ثلاثة ايام في الاسبوع، نعملوا نهار الاثنين يوم السوق الاسبوعيه ونهار الجمعه ونعملوا نهاير في الوسط باش اوموان نحاولوا نغطوا للماكسيموم تاع السوبرفيسي نتاع ولايه القروان. ادعوكم الحقيقه سي فتحي كانكم تهبطوا في الليله مثلا، ادعوكم انكم تهبطوا لمدينه القيروان، تعرف اللي فما حركيه كبيره، وشوفوا بعينيك الحقيقه الوضعيه والسيتياسيون نتاع صغيراتنا. هذه دعوه مني ليك، حتى انت اهبط وحدك سي فتحي وعاين بعينيك، شوف صغيراتنا فاش قاعدين يعيشوا فاش قاعدين يتصرفوا داخل اسواق مدينه القيروان في الحي التجاري زاد كيف امام المركب الثقافي اسد ابن الفرات. تصويره خايبه على الاخر كي لاحظناها البارح، الحقيقه اخترنا ان نطرحوا هذا الموضوع اليوم. ادعوك وبكل لطف انك تنزل اليوم بعد شقه الفطر وتشوف السيتياسيون نتاع صغيراتنا كيفاش قاعدين يعيشوا كيفاش قاعدين يتصرفوا كيفاش قاعدين يقرقوا بالمواطنين. يا عمي بربي اشري من عندي باكو بابي مشوار، راهي كلمه رزينه وصعيبه برشا، خاصه كيف تجيك ما عنده ولاد صغير. صفات صغير اللي هو كانوا في المدرسه مش في
هذا هو. ان شاء الله بقدره الله انا نطرح الموضوع على السلطه الجهويه، وان شاء الله نحاول نعمل زيارات ليليه، لما لا، خاصه رمضان قروان تشهد منها حركيه كبيره ياسر، حركيه تجاريه كبيره ياسر، لما لا نحاول نعمل زياره ليليه باذن الله. واضح، يعطيك الصحة سي فتحي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، حتى الدور التوعوي والتحسيسي تنجموا تقوموا به مع العائلات زادة. شكرا، هذا شيء طبيعي، احنا قاعدين نقوموا به مع العائلات خاصة اللي منتفعة ببرامجنا. هذا هو. احنا عاطين البرنامج بس ما يزيدش يمارس الظاهرة هذه، لكن للأسف ثم برشا معناها أخذوا المنحة هذا، واحنا قاعدين معناها نتواصلوا معاهم على أساس أنه نثنوهم على المزيد الانسياق وراء الظاهره هذه. واضح، شكرا لك سي فتحي الغرسلي، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات. فتحي الغرسلي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالقيروان كان ضيفنا بالنسبه لليوم. ضيف رمضان في الماتينال. دين، لما حالة كنت تقرأ توا في الأعداد في تونس العاصمة، بركة نلقى 4000 متسول بخلاف هذه الولايات الأخرى، الحقيقة العدد كبير برشا ويفجع نوعا ما. أنا نأكد لك أكثر من 4000. أكيد، أما قلت لك هذه راهي في تونس العاصمة فقط، معناها راهو العدد يفجع على الأخر. بالحق نداء هذه للدولة، نورمالمون هي لازمها تعمل حلول للحاجة هذه. بون توا نلقاو انه صغيرات حتى مش قلك نوعيهم في المدرسه ونلقاو لهم معناها نعمل لهم نوادي وكل لي. مش العائلات، هي العائلات هي اللي تلز في صغارها توا على الانقطاع نتاع الدراسه، وهي اللي تبعث فيهم لل معناها للتسول هذايا. بالحق راهي شبكات عائليه معناها الصغار ضحايا نتاعها، صحيح هما الفقر وكل، لكن تلقاه البو راقد وباعث صغاره يخدموا عليه ويدموا ويتسولوا. الحقيقه لازم الدوله تتدخل في اقرب وقت، علاش صغيراتنا هذوكم في عود يقراو ويتكونوا كيما انديدهم ويطلعوا معناها مبدعين هما زادة، ويطلع فيهم نخرجوا منهم معناها اللي فيهم، علاش يمشيوا طاقتهم تمشي في الفاضي. دونك الحقيقه اليوم الموضوع ياسر انتريسون، كيما قلت في الليل يبداو يدوروا، في الصباح يدوروا، وساعات اصلا انت تحشم على روحك تقول يا ربي يسخفك. فوالا، مش ما حبيتش نقول هالكلمه اما سي بون قلتها، راهو بالحق الصغار توا مهمشين على الاخر، وماذا بيا كيما قال توا سي فتحي يلقاو حل ونداء ويهبطوا في الليل، وماذا بيا حتى كان معناها الشرطه وكل هما زاد ياخذوا الاجراءات هذيا باش نحدوا من الظاهره هذه. هذا هو. دونك الحقيقه موضوع كبير برشا ومتشعب، خاصه وانه يعني فما اتفاقيات كبيرة صارت في علاقة بحقوق الطفل، مجلة كاملة وقوانين ترسانة من القوانين تضمن حقوق الطفل، ميون كونتر بارتي الحقيقة نشوفه في سيتياسيون خايبة يعيشها الطفل بصفة عامة في تونس الكل. إن شاء الله السلطات المعنية تتحرك في علاقة بهذا الملف وفي علاقة بهذا الموضوع. سينو، احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم ماتينال الحياة بعد شوية.